أهلا بكم من جديد معنا. أدانت حكومة الوفاق الوطني الليبي اليوم إعلان مجموعات مسلحة في طرابلس هذا الأسبوع عن تشكيل قوة مستقلة تحت مسمى الحرس الوطني، واعتبرته محاولة لإنشاء جهاز أمني موازن. وتقول هذه المجموعات المسلحة إنها تهدف إلى محاربة داعش وحماية مؤسسات الدولة والبحثات الدبلوماسية، غير أنها لم توضح ما إذا كانت تدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس أم لا. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي السيد أحمد دديب، أهلا بكم معنا. مساء الخير لك ولمشاهدين قناة ميديا تيفي. نود أن نعرف أولا من يدعم هذه المجموعات المسلحة الوافدة من مصراتها. حقيقة هذه المجموعات المسلحة هي منذ 2011 تتقاسم العاصمة طرابلس أمام مرأة وأعين المجتمع الدولي وأمام انقسام السياسيين في ليبيا. بات استغلال هذه المجموعات المسلحة لأغراض سياسية أو لمكاسب عسكرية لجناح سياسي هي السمة التي ميزت السنوات الماضية وميزت. من يدعمها سيد أحمد ديب؟ الدعم متوفر لها من خلال العديد الوسائل الموجودة حاليا في ظل عدم وجود سيادة وحماية للحدود الليبية سواء البحرية أو البرية. هناك نشاط لهذه المجموعات عن لم تجبني عن سؤالي، من يدعم هذه المجموعات؟ هذا الدعم متوفر من خلال الصفقات التي تعقد، من خلال الاعتمادات المموهة التي تحول وغيرها. أشبه بالمافيا موجودة على واقع الأرض في ليبيا، تسيطر على المنافذ، تسيطر على المناصب السيادية. مافيا داخلية؟ نعم، مافيا داخلية تقصد؟ نعم، ولها تعاملات مع الخارج، مع تجار البنزين والوقود والسلع الغذائية والسيارات وغيرها. كل هذه الموارد المالية التي أتيحت إلى هذه المجموعات ومن يرأسها أو الشخصيات الاعتبارية التي تدعمها في ظل انقسام المشهد السياسي داخل العاصمة أو داخل ليبيا بالكامل، هذا لم يصل فيه المتحاورون إلى أي حلول، لأن كل ما توصل سواء فرق المصالحة أو الاتفاقات عبر طريق الحوار السياسي توجد ثغرة لمثل هؤلاء. طيب سيد أحمد ديب، الخليفة الغويل هناك أصابع تشير له، ما موقفه خاصة وأننا لا نعلم تماما عن موقفه من هذه المجموعات ومن حكومة الانقياض الليبية؟ من الخطأ أن نتعامل مع ما يجري في ليبيا حاليا بمسميات أشخاص. مثلا خليفة الغويل لا يمكن أن نحمله مسؤولية ما يفعل من ينتمون إليه. أنا لا أدافع عن مثلا خليفة الغويل أو عن هذا وذاك، نحن لا نتهمه فقط لأنه رفض الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني، هناك من يشير له، فقط مجرد استفسار. هناك العديد من الشخصيات الأخرى، هناك عديد الاعتبارات سواء المناطقية أو القبلية أو الانتماء السياسي وغيرها التي تؤثر في شخصية من سيقود اي فريق من هذه الفرق على في منصب سيادي او منصب وزاري حتى داخل المجلس الرئاسي. حكومه المجلس الرئاسي او المجلس الرئاسي نفسه نجد هذه التفرعات، وهي السبب الرئيسي امام عدم قدره المجلس الرئاسي حلحله الواقع داخل طرابلس العاصمة وداخل ليبيا. طيب سيد أحمد ديب، كيف تقرأ موقف حكومة الوفاق الوطني التي أدنت تشكيل قوة الحرس الوطني، ما عساها فاعلة الآن؟ حكومة الوفاق الوطني هي جزء من الإشكالية الآن على واقع الأرض في ليبيا. حكومة تحظى بالاعتراف الدولي ولا تحظى بالتوافق الداخلي. نعم. ولا أعتقد أن حتى مطالبتها الآن بالوقوف ضد هؤلاء مثلا من المجتمع الدولي ستجدي نفعا، خصوصا إذا علمنا أن هناك تسريبات عن قائمة أمريكية لحوالي 50 شخص من قادة الميليشيات في 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 الغرب الليبي، أصبحوا الآن أو ربما سيكونون خلال 48 ساعة أو 72 ساعة من الآن مطالبة دولية من قبل الولايات المتحدة ومجلس الأمن. هناك تسريبات. من يمسك اليوم بالقرار الاستراتيجي في ليبيا؟ واشنطن أدانت هذه القوة، من يأخذ القرار اليوم في ليبيا؟ حقيقة لا يستطيع أحد أن يجزم بأن هناك فئة معينة تستطيع أن تستأثر بالقرار في ليبيا. الولايات المتحدة لديها استراتيجية الآن بالنسبة للمنطقة بالكامل وليبيا خصوصا. أوروبا لديها رؤية مخالفة قليلا،
للرؤية الأمريكية في الشأن الليبي. هناك تصارع دولي وأطراف داخلية متعددة، ولا يمكن أن نحصر الدعم الأمريكي لجهة معينة أو لتيار معين. طيب، هذه القوات هل تربك المشهد السياسي والعسكري الهش والمضطرب، أم أنها ربما تساهم في ملء فراغ، وهذا رأي آخر كذلك؟ لا أعتقد أن ما يحصل الآن هو المساهمة في ملء الفراغ. هناك صورة أخرى تتبلور في الواقع الليبي. إذا رأينا كامل ما يحصل في التراب الليبي بكافة مشتملاته حاليا، سواء عسكريا أو سياسيا، فإن هناك صورة تتبلور في القريب القادم، وما صراع هذه الأطراف في طرابلس ومحيطها حاليا إلا ترجمة لما هو قادم. ربما نشاهد تحالفات عسكرية تصب في مصلحة أحد الأطراف أو ما شابه ذلك، أو نهاية طرف على حساب طرف آخر. طيب سيد أحمد ديب، حكومة الوفاق ما تزال بعد عام من وصولها إلى طرابلس عاجزة عن بسط سلطتها في البلاد أو حتى في العاصمة، كما أنها تواجه حكومة أخرى في شرق ليبيا ترفض الاعتراف بها. هل يسير الوضع إلى مزيد من الهشاشة؟ هو مؤكد أن ما يحصل الآن مثلا في دول الطوق الصحراوي ودول الجوار العربي والأفريقي التي تحركت المدة الماضية في اتجاه بلورة حل سياسي يكون من خلال المسودة الرابعة، المخرجات حوار الصخيرات في الاتفاق السياسي الذي جاء بحكومة المجلس الرئاسي، أن يكون كل اتفاق ما بين الأطراف من خلال الاتفاق السياسي واستمرار المجلس الرئاسي بعد إحداث تعديلات عليه مهمة، خصوصا في المادة الثانية والمادة الثامنة فيما يتعلق بقيادة الجيش وغيرها من الأمور. وأعتقد أن ما يحصل الآن في حال تواصل هذا الضغط العربي الأفريقي على المنظومة الدولية، ربما نصل إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف، ولكن بصيغة توافقية تشمل تعديل المادة الثانية والمادة الثامنة وغيرها من المواد التي. طيب، إلى أن نصل إلى هذا الحل السياسي، حكومة الوفاق اعتبرت القوة الجديدة المسماة الحرس الوطني خارجة عن القانون وتعهدت بمتابعتها في طرابلس، هل هي قادرة على ذلك وكيف تتوقع المقبل من الأيام فيها العاصمة؟ نعم، بالنظر إلى الوضع العسكري وقوة كلا الطرفين داخل طرابلس، سواء الجسم الذي أعلن عن تسميته جديدا أو الجسم السابق الذي أعلن عنه من طرف المجلس الرئاسي، فإن أحد الفريقين لا يستطيع أن ينهي الطرف الآخر أو أن يحقق المجلس الرئاسي ما توعد به. هؤلاء مثلا الذين اعتبرهم خارجين عن القانون، إلا إذا كان هناك تدخل خارجي، والتدخل الخارجي ستكون له تأثيرات سلبية على الوضع في ليبيا أكثر مما يكون في مصلحة القضاء على هذا الجسم العسكري الذي أعلن عن نفسه موازيا كما وصفه المجلس الرئاسي. سيد أحمد ديب، نتحدث كثيرا عن ليبيا ولكن نهمل ربما الجزء الغربي منها، هل هناك اليوم كاريزما عسكرية قادرة على الإمساك بزمام الأمور وكيف تصف الوضع هناك؟ الأمور أصبحت واضحة للعيان حاليا. هناك قوة عسكرية أيدت عملية الكرامة والمشير حفتر في المنطقة الغربية، خصوصا في منطقة قدم الجبل والجبل الغربي، ولكن إلى الآن هناك انقسامات وعدم تنسيق على ما يبدو، أو هناك انتظار لأحداث مهمة قادمة أو التريث. هذه القوى موجودة الآن وتستطيع أن تقيم حد لفترة التهور التي نراها الآن ما بين الأطراف الليبية داخل العالم. سيد أحمد، ماذا عن هذه الصعوبة في تشكيل جيش ليبي موحد؟ لا يمكن التحدث عن تشكيل جيش ليبي موحد وهناك أطراف خارجية تساند قوة عسكرية وتعطيها هذه القوة العسكرية لديها ما تستند عليه. هل هناك على الأقل عمل لذلك؟ نعم، هي جهود رامية إلى تحقيق ذلك من خلال منظومة الجيش الليبي السابق ذات الأرقام العسكرية والتسلسل العسكري. هناك محاولة لضم هذه القوة وإعادة
تنظيمها وبدأ فيها القوة التابعة لبرلمان تبرك بدأت في هذه الإجراءات. شكرا جزيلا لكم المحلل السياسي سيد أحمد ديب، كنت معنا مباشرة على قناة ميديا ان تي في. شكرا لكم مشاهدينا، نعود إليكم بعد قليل، نرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.